لا يا زلمه محاضرات لا استنى شوي كنت ابدا من الانسان سكشن هاي انسان سكشن تمام نكست طلع لا بشكل عام هاي محاضرتين في انسان سكشن اكيد ابدا من هذول شيء جنرال يعني شيء يعني مش انه والله شيء سبيسيفيك ليش معين ما راح احكي لكم اسباب الانسان سكشن بس اشياء بري يعني خلينا نحكي المفروض تاخذوها اول محاضرات صراحه هاي اول سلايد هاي طيب هلا البول بكل شو بتعرف مكونات البول سوريا يعني layers of the bowel شو هي اسمه البول ميوكوزا بعدين صب ميوكوزا بعدين ايش بعدين muscle layer بعدين ايش السيروزا اقوى layer شو the strongest layer بهذول شو هما اللي هم لازم تاخذها بغرزتك صب ميوكوزا بينما الاسوفيجاس مثلا اقوى شيء فيه سيرو الميوكوزا إذا شو strongest layer بالبول؟ ميوكوزا. إنه هيك لما تخيط البول لازم تأخذ إيش؟ ميوكوزا. بينما الميوكوزا ما بأخذهاش لما خيط البول. أوكي تمام. هلا والميوكوزا تقسم إلى ثلاث أقسام ما إبيثيليوم بعدين ماسكولاريس ميوكوزا ولمينا بروبريا بيناتهم. next. هلا بهذا أحد الفروقات بين الجيجينوم والإليوم. إن الجيجينوم شو شايفين الجيجينوم ثيكر دان إليوم. اوكي وايش كمان وايدر ان دايمتر الجيجينوم بالنسبه شايفين البلد سبلاي تاعت الجيجينوم في عنده ايش الفازا ريكتا تكون لونج فازا ريكتا يعني هاي شايف هذا بسموها فازا ريكتا هاي البلد سبلاي هاي بسموها ايش ارشينج يعني هيك ايش فاسكولار هلا فاسكولار كيت هلا هذا بكون باللونج بالجيجينوم هذول طوال اوكي وهنا بالإليا يكون الاركيدز النيومرس تحت كيف كثار الاركيدز هذول بينما هناك اقل من هاي سو هاي البازا شايفينها الطويله هاي شو بازا اكثر هاي طلع شورت يعني هاي دول شورت هناك اطول بالهاي بالجيجينوم الشغله الثانيه نيومرس بتكون ايش بالجيجينوم هاي مش مهمات فروقات لأن أصلاً صعب عمرها تفرق ما في تفرق بين الجيجين والإليوم حتى تفتح بطن المريض ما بتعرف هو الجيجين والإليوم إحنا نحكي proximal 2/5 و distal 3/5 يعني الخمسين الكبار هذول الخمسين اللي فوق البروكسيمال هذول الجيجينوم والثلاثة خماس اللي تحت هذول الإليوم ما راح نقدر نفرق بيناتهم لا بالشوك ولا إلا بالإيش تسوي تويت بوستويت أوكي next هلا شو وظيفه السمول باول يعني هاي شيء جنرال بهم يعني مش الاليوم هو ايش بيعمل ابزوربشن ايش اهم شيء للبايل اسيدز والايش والبي 12 اوكي تمام وبالتالي اذا صار في الا ريسبشن كرون ديزيز كل هذول الناس بيجالوا بلاستيك انيميا نيكست هلا الموتيليتي ما راح اركز كثير بس هي الفكره كالتالي انه اخذتوا من جوبري بيسك والبيسك في نوعين من الكونتراكشن اللي هي during fit state و during fasting state لما واحد يكون بوكر شو بصير فيه circular contraction هاي هي اللي بتعمل ايش digestion و absorption لما يكون الواحد ما في during fasting state ما في اصلا اكل بالسمول باول في شيء اسمه migrating motor complex هاي migrating motor complex كل 90 دقيقة كل تقريبا ساعتين بصير فيه contraction بتفضي remaining خلينا نحكي فود هلا نيكست وين موجود النيرف سبلاي وين موجود للبول تو بلكسس وين موجودات واحده اسمها مايزنر بلكسس موجوده بالصب ميوكوزا وايش اسمها مايزنر بلكسس والثاني اسمها منتريك بلكسس او الاسم الثاني لها اورباخ بلكسس موجودات بين المسل فايبر هلا المسل شو حكينا في مسكولر لاير اللي هي انر سيركولار واوتر لانجوديدينال بيناتهم هاي في عندي ايش الاورباخ بلكسس او المنتريك بلكسس نيكست طيب هلا انواع الانسان اوبستركشن اما يكون ايش اكسترا لومينال انتراميورال يعني شو انتراميورال يعني بالوول نفسه او ايش او انترا لومينال يعني هاي تقسيمات قد يكون السمول باول التقسيم الثاني سمول باول اوبستراكشن او لارج باول اوبستراكشن او ابر اوبستراكشن او لور اوبستراكشن ميكانيكال اوبستراكشن او ايلياس بروكسيمال او ديستال بارشل او كومبليت هلا بنحكي عن نيكست هلا لما نحكي عن شيء اسباب الاكسترينسيك او اسباب اللي هي الانسان اوبستراكشن اللي هي
الاكسترنال كوزز اللي هي ذا موست كومن كوز الاكسترنال اوبستكل. شو هو؟ ادهيجن. ذا موست كومن كوز هو ايش؟ ادهيجن. انا انتوا اخذتوا الهيرنيوم والهيرنيوم هاي الاشياء حضرات او كتبت خلص مين اعطاكم الهيرنيوم؟ اوكي طبعا. طيب هلا اسباب قد تكون ادهيجن ذا موست كومن وبعدها ايش بيجي الموسكو الهيرنيا. مش كل انواع الهيرنيا بتسوي كونستراكشن اللي هي ايش اللي بتصير فيها ايش انكارسريشن تمام. والهيرنيا قد تكون اكسترنال قد تكون انترنال. الاكسترنال انجوينال الفيمورال الانترنال اللي هي ايش في انواع اللي بيسموها برده الهيرنيا او الديفرانتيك هيرنيا اللي قبل شيء شفناها. وفي نيوبلاست قد يكون تيومر عامل كوبريشن على البول اكسترنالي او قد يكون ابسس وعامل كوبريشن على البول. نيكست. هلا الانترميورال كوزز اللي هو بسبب الوول اشياء كثير يعني سواء كان مارتيشن دوبليكيشن سيست كرونز ديزيز تيومرز كل هاي الاشياء ممكن تسبب ايش صار اوبستراكشن. نيكست. هلا انت يعني جوا اللوم نفسه سواء جولستون ايل تعرف جولستون ايلياس حطوها فيستولا بين الايليوم بين الدودرم وايش والجولبلدر الدودرم والجولبلدر فستون تنزل وين بتسكر الستون وين بتلزق يعني وين بتوقف narrowest part وين إليسيكال part وتسوي تسوي obstruction بزور. شو البزور اللي هو إيش يعني في أنواع من البزور اللي هو فايتو بزور شو الفا أو ترايكو بزور شو ترايكو بزور هذول بأكل شعر عم شفتوا هذول بأكل شعر وظلم يأكل شعر تحش stop obstruction. في نوع الفايتو بزور هذول البأكل الفايبرز أي أنواع من أنواع الفرن بدي ممكن سوي obstruction next please. لا بشكل عام لما انت يكون في ميكانيكال اوبستراكشن يعني شيء ميكانيكال سكر عندي ايش البول شو بصير في البول بصير في كونتراكشن وكونتراكشن اجينست ريزيستنس شو بسموه هذا الكونتراكشن اجينست ريزيستنس شو بسبب عندي يعني البريستاتس اجينست ريزيستنس شو بسبب كوليكس شو تعرف الكوليكس هي عباره عن peristalsis or contraction of hollow viscous against resistance. Okay, so شو عندي كولكس وراح نحكي عن محاضرة كيف تبدأ بشوف فرق بين أنواع الكولكس. هلا هاي الكولكس بصير عنده واحد بتوجع بصير فيه مغص برخي وبشد لما مع كل contraction بزيد الوجع ويروح الكولكس لما إيش يروح الكونتراكشن دائما مع هذا اللي كان شو بصير في عندي vomiting. بس هذا الفوميتنج مش بسبب الاوبستراكشن بسبب ليش البين في سنتر في البرين بسبب عندي فوميتنج. اذا هذا الفوميتنج ايش هو ريفلكس ليش للبين فببلش عند الواحد بتوجع هاي المغصات اللي بصير فيه وبصير عنده فوميتنج بعدين شو بصير في عنده بتجمع اكيوميشن الموفي مستكشف مسكر للفلويد لما يصير اكيوميشن الفلويد شو راح يستفلغها شو يصير في عندي كمان مور فوميتنج بصير فوميتنج ريفلكس كان ريفلكس صار ريفلكس. طيب صار في عندي فوميتنج وصار في عندي ابدومينال بين بعدين شو بصير في عندي في البطن ديستنشن كل ما كان الاوبستراكشن ديستالي كل ما كان ايش الاوبستراكشن اكثر يعني لما واحد عنده اوبستراكشن بالكولون واحد عنده اوبستراكشن بالدودنم ايهم كان عنده الديستنشن اكثر الكولون اكثر كل ما نزلنا تحت كل مكان ديستنشن اكثر وكل ما نزلنا تحت كل مكان الفوميتنج ايش اقل ليش لانه في مكان يعني في فتره طويله مسيل ابزوربشن لما هذا وبالتالي اذا واحد عنده مسكر مثلا دودنم شو تلاقي عنده يكون عنده ابستنشن لا شو يكون عنده فوميتنج بين واحد سكر عنده الكولون شو يكون عنده متى بصير عنده ابو الكولون فوميتنج اذا صار محشر يعني كله وصل لمرحله هذه هي الحقبه وبالتالي بصير يستفرغ ايش؟ ستول يستفرغ ستول. هلا البومتينج اذا كان الاوبستراكشن تحت الامبولا اوف باتر شو بصير اسمه؟ بيليس بومتينج شو اسمه؟ لانه ايش؟ تحت السكريشن الباي واذا كان البومتينج فوق الامبولا يعني وين؟ يعني جاستك اوتر خلينا نحكي او الاستومك شو بصير ايش؟ هذا راح اشوفه بالمحاضرات ان شاء الله الجاي. طيب صار في عندي ابدومينال ديستنشن كوليكس صار في عندي فوميتنج صار في عندي ايش ابدومينال ديستنشن. هل اذا المريض
بدايتها بصير يخرج عادي، ممكن يطلع ستول، بس بعد فترة ما بيطلع، خلص ولا سكر، بس الستول اللي ظل بالكولون تحت الاوبستراكشن ممكن يطلع. فمش انه واحد والله طلع ستول معناته ايش؟ ما عنده اوبستراكشن، بس بعديها فترة خلص، اذا خلص هذا كومبليت. هلا شوف الفرق بين الكومبليت والبارشل. البارشل لا، جزء مسكر من هذا، وبالتالي ممكن ايش؟ يعمل. هلا اذا ما طلع ستول، شو بسموه؟ كونستيبيشن. اذا ما طلع ستول ولا ايه، شو بسموه؟ اوبستيبيشن. ايهما اخطر اذا؟ اوبستيبيشن. اذا هذول الاشياء مهمه جدا، سواء الكوليكس مع البوميتينج، ابدومينال اوبستراكشن، اوبستيبيشن، هذول علامات ايش؟ انسان اوبستراكشن. طيب لما يكون البول فيها جمع فيه ايش؟ شو بصير فيها؟ مش تكبر صح؟ شو بصير في عندي؟ اول شغله المريض اصلا مريض ديهايدريت، ليش مريض بنحكي ديهايدريشن؟ ليش عنده ديهايدريشن؟ غير البوميتينج شو بصير في عندي؟ جزء من هذا الفلود وين بروح؟ بترك اللومن بروح على البول وول، نفس الوول بسموها ثيرد سبيس بوس، اللي هو بسوي ايديما. اوكي، وبالتالي مور ايش؟ ديهايدريشن. طيب مع الثيرد سبيسنج اللي صار عندي والديستنشن بتاعت البول هيك صح؟ شو بصير في البول؟ شو محاطة بالليمفاتكس وبينز وارتس هلا؟ طب شو بسكر؟ اقل برشر وين يكون؟ في الليمفاتكس. فلما بسكر الليمفاتكس ما هي مش هاي البول صح؟ حوالين ايش؟ الليمفاتكس وبينز وايش كمان؟ وارتس. فلما يكبر بضغط على ايش؟ على الليمفاتكس. شو بصير عندي؟ مسكين الليمفاتكس العادي ايديما. شو بسوي؟ ايديما. ثاني مور برشر. بعدين شو بسكر عندي؟ البينز. شو بصير لما بسكر البينز؟ فينس كونجستشن. بعدين اخر شيء بسكر عندي لا، اذا سكر الار في نقص في عندي اسكيميا، واذا شو حصل عندي جانجرين، جيت شو حصل عندي صح؟ والبيرفوريشن شو حصل عندي اذا صار عندي بيرفوريشن؟ بيرترايتس. وش راح يسوي بيرترايتس؟ سيبسس. وش راح يسوي عندي سيبتيك شوك؟ سيبتيك شوك حصل عندي ديث. بالتالي هذا سيكونس تبع لويف المستقبل. تمام next بعرفش مكتوبها صراحة يعني كور زين هذا اللي حكينا فوضى يعني. next حكينا هل physical examination signs of dehydration لما كنت تشوفها ممكن تشوف عندي إيش الأبدومينال ديستنشن؟ إذا لقيت مريض قال لك تفحصه عنده سكار، شو معناته؟ شو سوي بالأديجن؟ شو هو يسوي بالأديجن؟ previous operation. okay، وبالتالي اذا انت قلت لك والله جاب لك الصوره في الامتحان مثلا واحد عنده سكار من هون لهون وعنده ثيرد اوبستراكشن، اول شيء بتحكي مباشره ايش؟ اديج. تمام. هلا اذا لقيت تندر بس وانت بتفحص بطن المريض، شو معناته عنده؟ بيرتونايتس. يعني ثيرد اوبستراكشن ما بسوي لحاله تندرنس صح ولا لا؟ اذا معناته بيرتونايتس او بيرفوريشن. تمام. هلا بالنسبه للناس اللي بحكيها البول صامت، شو ممكن تلاقي واحد عنده ميكانيكال اوبستراكشن، تحط السماعه على بطنه شو بتلاقي؟ هايبر اكتيف بول صار، او بسموه اكزاجيريتد بول صار. ليش؟ لانه في مسكر كونتراكشن كونتراكشن هذا كونتراكشن تراينج تو اوفركم الاوبستراكشن مسكر. اوكي، هلا بعد فتره ما بضل المريض هايدريت، المريض عنده ديهايدريشن صح، ما بضل لا عنده الاي تي بي ولا في عنده، بصير ايش اسمه عنده بول فتيك، فبطل يدوب بصير في كونتراكشن. فإذا وصل لمرحلة إنه أنت تحط السماعة وما تسمع بول ساوند اللي هو بسموه أبسد بول ساوند أو سلجش بول ساوند، معناتها إيش؟ أومينس ساين، إز فيري باد بروجنوسيس، لأنه وصل لمرحلة إنه صار البول فتيك. أوكي، واضحة؟ هلا ممكن المريض لا يكون ما عندوش بول ساوند، أبسد بول ساوند، بس ما يكونش عنده بول أوبستراكشن، شو بسموه هاي؟ أو ما عندوش ميكانيكال أوبستراكشن، بسموه إيليس. هلا راح نحكي الإيليس، هسا بنرجع نكسب والله. طبعا بالله ارجع شوي، الاكزامينيشن لازم افحص ايش؟ الهيرنيا اورفيس كلياتهم. ليش؟ لاحد اسباب ايش؟ الاوبستراكشن هو ايش؟ هيرنيا، مش بالضروره تكون انتيجنز، قد تكون هيرنيا حكينا. تمام نكست. هلا شو بدك تسوي للفحوصات؟ دائما الفحوصات الروتين اللي سي بي سي كدني ليفر امايليز لايبيز، هذول كل يعني ممكن تسوي لاي واحد، بس بشكل عام لازم تسوي سي بي سي. ليش سي بي سي؟ شو بتلاقي بالهيموجلوبين لو واحد عنده اوبستراكشن؟ ايش؟ لو ليش يكون هاي؟ ليش؟ لانه استفرغ ايش؟ فلويد، وبتصير زي هيمو كونسنتريشن،
الهيموجلوبين يعني هو مكون بلد ار بي سي زائد ايش فلويد صح يعني راحت الفلويد لما استفرغها طبعا عندك ار بي سي في كونسنتريشن وبالتالي الهيموجلوبين ايش بزيد تمام بالاضافه لازم اسوي لك الدفع مش ليه انا بستفرغ او سوري يعني صار ديهايدريشن وبالتالي بصير في موضوع الناس ايش بقل البلد فلو للكدني وبالتالي بصير في ايش بري رينال فيليا او اكيوت تيبلر نيكروسيس تمام طيب بالهستري والاكزامينيشن ماشي الامور يعني عنده مومنتينج عنده ابدومينال ديستنشن عنده اوبستبيشن وبتحط بطنه كله فيري اكستندد البول ساوند حكينا ايش اكزاجيت بول ساوند شو بتسوي بتسوي له ايش دائما اول شيء بدك تسوي له واحد انت سام ستراكشن بالهستري والاكزامينيشن بدك تسوي له اكس راي اي اكس راي تهمك اكس راي الابدومين ولا التشست بدك اهم وحده الأهم تشيس دائما أسوي تشيس ليش؟ إيه؟ علي صوتك مش سامع ليش دائما أي واحد عنده أبدومينال بين لازم أسوي تشيس إكس راي؟ ما بسوي الأبدومينال القاعدة كالتالي أي واحد عنده أبدومينال بين تشيس إكس راي المريض الوحيد اللي بيسوي له أبدومينال إكس راي مع تشيس إكس راي من هو الأوبستراكشن يعني زي بيسوي له أبدومينال إكس راي؟ يلا لا قبل بيسوي له أبدومينال إكس راي؟ لا دايفرتيفاف سوي له اكس راي لا الوحيد اللي بيسوي له اكس راي هو سان ريستركشن واضحه هو الوحيد بس التشيست اكس راي لكل واحد عنده ابدومينال بين تكسكلود ايش بعض يعني ماشي نقدر نقول ايش بيرفوريشن اير اندر ديفرام بيرفوريشن ابي نفس فيها بيرفوريشن قبل ده بسيب فيها بيرفوريشن دايفرتيف بسيب بيرفوريشن كولون كانسر بسيب فيها بيرفوريشن اي بسيب فيها بيرفوريشن وبالتالي اهم صوره بسوي ايش تشيست اكس راي بشوف اير اندر ديافرام او فري اير واضحه تمام نيكست بينما بس ما يقدر مستشفى شو بسوي له ابدون اكس راي هاي شو شايفين والله هاي ابدون التشيست يلا بسرعه نروح ترى ايه انتوا مش تقدروا تستوعبوا لا سؤال هو تقدروا تستوعبوا يعني اي سؤال انتم طيب كيف تقدروا تستوعبوا طيب هلا هاي اريكتو لسوباين شو يعني اريكتو لسوباين شو يعني اريكتو واقف كيف بتعرف اريكتو لسوباين سامي بس شو هالشيء يعني والله الواحد يعني صايم اليوم مش قادرين نشرح هذا إحنا كالتالي بالإنتستان ريستركشن شغلتين لازم أصور إيرت وأسوي لسوباين سوباين بشوف دايليت البول شو بسوي شوف دايليت دايليتشن بيت بالبول بالإيرت شو بسوي إيرت لويد ليفل شو بشوف إيرت لويد ليفل واضحة طيب شو يعني إيرت لويد ليفل واضحة عندكم أنا مش واضحة عندي هذا واضحة أنت حكولي خط بين البروك بين الهواء الفلويد هسه انت لما يكون في اوبستراكشن بالبول صح شو اللي بيكون فوق هواء صح شو تحت بيكون عندي فلويد وبالتالي بيكون في خط واضح بيناتهم انا مش شايف صراحه بس يعني اتوقع شايفين الخط هذا هيك مستقيم بيكون خط مستقيم في خط هون هي مستقيم هون في خطوط هاي اذا في خط مستقيم هذا شو بيكون عندي شو هذا هواء صح هذا ايش فلويد لون ابيض يعني هو مش بالعادي كله بس يعني هيك الهواء بيقول لونه اسود والفلويد ابيض صح اذا خط هيك اذا اكثر من خطوط هيك هاي شو بسموها اير فلويد ليفل اذا لقينا مالتيبل اير فلويد ليفل ما بنلاقي الا بايش بالايركت لانه اصلا المريض حتى يكون واقف عشان ايش الهواء يطلع لفوق والفلويد تنزل لتحت بينما بالسؤال شو شايفين البول دايركت بس بشكل عام الاسبوع البول المفروض ما نشوفها اذا شفتها على الاكس راي معناته ايش تكون دايليتد الاسبوع البول بالطبيعي ما بنشوفها بنشوف الكولون بس الاسبوع البول بعدها بنشوفها اذا شفناها معناته ايش تكون دايليتد وبالتالي هاي الصوره شو بتشوفها على هاي البول دايليتد هاي شو بتشوف يعني روحوا على البيت اليوم حطوا على جوجل اير فلويد ليفل بيطلع لك شو هي الاير فلويد ليفل اذا الصوره بتكون اوضح منها لانه مش يعني هون واضحه عندي يمكن هيك خطوط واضحه شايفه هاي في هاي الخط هون هاي هواء هاي هون ابيض خط هون اوكي هذول ايش مشخص عنه امات في هذا الزلمه انت ستايل اوبستراكشن نيكست ها
هلا ممكن اشياء ثانيه اسوي. اول شيء تشيست اكس راي اتاكد من شيء ايرون ديفرام، بعدين ابدومينال اكس راي بتاكد الاوبستركشن. هلا مور سنسيتيف اللي هي ايش؟ سي تي سكان، لانه سي تي سكان بيعطيني السبب تبع ايش؟ صار اوبستركشن. اذا في تيومر بقول لي في تيومر سي تي سكان، اوكي. اذا في هيرنيا بقول لي في هيرنيا، واضح. هل الالتراساوند ما بنسوي الالتراساوند؟ الالتراساوند شو عدو عدو الالتراساوند؟ شو هو؟ الهواء. يعني الالتراساوند هو عدو الهواء. فانت الالتراساوند مش كثير سنسيتيف صراحه في الالتراساوند ستراكشر، هي تشيست اكس راي، ابدومينال اكس راي، وسي تي سكان. ونسوي ممكن نسوي كونتراست اذا طبنا الماده ملونه نشوف لوين وصلت، ونحدد وين اي مكان ايش الاوف ستراكشر. تمام. نيكست. هلا شو اي واحد علاج اي اوف ستراكشر باي سبب؟ شو اول شيء؟ باور ريست. شو يعني؟ البيو ما بطعميش عشان ما ازيد المشكله. الشغله الثانيه بسوي ديكومبريشن. كيف بسوي ديكومبريشن؟ اني جي تيوب دائما. هسه واحد بيقول لي هل انتم بدانين ولا هم شغل كونديشن؟ ترى هو دائما هين. طيب اني جي تيوب، هسه واحد يقول لي طب دكتور هو ما عندوش اصلا فومتنج، ليش اسوي لي جي تيوب؟ لازم اسوي له، قد يكون البول دايركت هيك وفيها فلويد وانت ما عندكش استفرار، مش ضروره. اذا انجيتي مشغلتين ليش؟ اول شيء عشان البومتنج ما يصير يستفرغ ويروح يصير اسبيريشن نمونيا ويروح كل البومتنج لللنج. والشغله الثانيه قلت لكم تدوكم بس البول عشان ما تظهر شوي. شغلتين يعني حتى لو ما عندك بومتنج شو بدك تسوي له؟ انجيتي. اذا انجيتي وايش كمان حكينا؟ باور ريس. وايش ثالثي؟ اي فلويد. ليش؟ لانه ما عندك هايدريشن سيف سبيس ومستفرغ. وبالتالي هذول ثلاث شغلات مهمات. تعطي انتيبايتك، تعطي انتيبايتك اذا في ايفيدنس اوف بيريتونايتس، ايفيدنس اوف بيرفورش انتيبايتك، غير هيك ما في داعي للانتيبايتك. واضحه؟ تمام. طبعا هاو تو مونيتور انه انت تعطي ادكويت فلويد، يعني كيف بتعرف انه تعطي فلويد كويس؟ يورين اوت. وكيف بقيسه؟ بدخل له ايش؟ فولس كاثتر. عم شفت الفولس كاثتر، بدخل كاثتر وبنراقب اليورين. قديش طبيعي لازم يطلع البني ادم الطبيعي؟ ادلت. قديش؟ نص لواحد ادلت. ادلت الو يعني انا واحد وزنه 70 قديش لازم اطلع اقل شيء يورين بالساعه؟ اقل شيء 35. يعني واحد اخر يعني واحد على حسب 80 كيلو قديش لازم اطلع اقل شيء يورين بالساعه؟ 40. اقل من هيك معناته مريض انه عنده ايش؟ ديهايدريشن. اتفقنا؟ بالصغار تشيلدرن واحد لاثنين 1 to 2، يعني طفل عمره وزنه 10 كيلو قديش اقل شيء طلع لازم؟ 10. واضحه قديش طلع؟ فاذا هو طلع مثلا هذا الزلمه صاحبك 80 كيلو طلع 30، شو بدك تسوي له؟ ما تشوف شو المشكله معناته؟ تزيد الفلويد معناته ما عنده هذا. انا بحسب له المينتنس، بحسب له اذا اخذت محاضره الفلويد ثيرابي في مينتنس وفي ايش؟ ريبليسمنت. ازيد الريبليسمنت، ازيد الريبليسمنت متى ستارت؟ اذا الريبليسمنت ايش؟ بدي ازيده لهذا المريض حسب ايش؟ اليورين. نيكست. حكيناها. هلا ان جي تيوب باور ريست، ان جي تيوب وحكينا ايش؟ اي فلويد وحطيت له ايش؟ فولس كثر جهزته هسه. هلا بعدين بدي اعالج السبب. هيرنيا شو بدي اسوي له؟ عمليه للهيرنيا. ادهيجنز اوبزرفيشن 24 ساعه ما تحسن بفتح بطنه واشيل الادهيزف باند واقصه. سبب اي فورن بادي بدي افتح واشيل الفورن بادي. هسه هذا كل حسب ايش؟ حسب تشخيصه بالسي تي سكان اللي سويته انا شو سبب الاوبستراكشن. واضحه؟ اوكي. ما راح ادخل تفاصيل عمليات لانه حسب كل ايش؟ واحد يعني كرون ديزيز شو متوقع يكون مسبب عنده؟ ستركتشر. والستركتشر بدي افتح واشيل ستركتشر بلاستيك حسب نوع ايش؟ هيرنيا اللي بسوي لك تيومر كان مسكر بدي افتح واشيل تيومر حسب نوع ايش؟ الاوبستراكشن. نكست. هلا في النوع الثاني بسموه ايش؟ اللي هو الإيليس. إيليس إيش؟ ما في عندي ميكانيكال أوبستراكشن بس البول صارت فيري إيش؟ ليزي. بحيث ما بصير فيه إيش؟ كونتراكشن. طب سوق يعني البول ما في كونتراكشن وبالتالي بيجي بيكتشر في إيش؟ صار أوبستراكشن. بس شو هو البيكتشر؟ بس شو كيف أفرقه عن إيش؟ عن الميكانيكال؟ أول واحد شو حكينا قبل شوي شو؟ بول صار. هذا كله عنده أبسط بول صار. هذاك بيكون عنده إكزاجيريتد بول صار. إلا في حالة نادرة اللي يكون فيري ليه؟ ميكانيكال اوبستراكشن. وهذا اخر شيء يصير. والشغله الثانيه اثنيناتهم يكون عندهم فوميتنج واثنيناتهم يكون عندهم حتى ايش؟ ديستنشن. بس الإيليس ممكن يكون دياريا بعض المرات.
يعني مش بضروري يكون كونستبيشن او ايش او اوبستبيشن. طب شو اسباب الالياس؟ كثيره، سواء الهايبوثايرويد، هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، واحد باخذ مورفين. اكثر شيء بنشوفه البوست اوبرتيف، واحد فتح بطنه بضل 3 4 ايام عنده الياس بعد العمليه. اوكي، هذا اكثر شيء احنا بنصاد بوست اوبرتيفلي. هيموريج صار بعد في العمليه، اي انفلاميشن ممكن يسوي عندي ايش الياس، اسكيميا، سبسس، كل هاي الاشياء بسبب عندي ايش الياس. وبالتالي بالعاده الالياس علاجه ايش؟ مش ايش سيرجيكال، انه يعني الكوز مش ايش، مش ميكانيكال، مش سيرجيكال كوز. يعني واحد عنده هايبوثايرويد صالح الثايرويد، واحد عنده ابسس شيل الابسس اعمل اسبايريشن الابسس، واحد عنده هايبوكاليميا صار اعطي بوتاسيوم، هو ايش ميديكال مانج. نيكست. بس في شغله الالياس علاجه زي علاج ايش بالاشياء، نفس علاج الميكانيكال، يعني انجي تيوب، اي في فلويد، او فولس كاتيتر، عشان يعني زيه زي العلاج هذا، بس مش سيرجيكال. نيكست. الالياس اذا كان بالكول بسبب اوغليفيه سيندروم، اوغليفيه سيندروم كان بالكول. هاي الصوره، هاي الصوره اللي مرة بس في الامتحان لما كان في امتحانات كان في مينوسكي. شو الفروقات بين على على الاكس راي بين اللارج بول والسمول بول؟ مين بيقول لي شو الفروقات؟ يلا هاي مكتوبه باي ذا واي. ايه وين باللارج؟ شو يعني هوستريش عشان نعرف يعني؟ ماشي ماشي، يعني انا كيف بدي اعرف هذا اللارج بول والسمول بول؟ يعني شو الهوستريشن؟ اول فرق ماشي، هاي اسمها بسموها فالفي كونفنتس. بالسمول بول شو اسمها؟ احفظوها، فالفي كونفنتس. الاسم الثاني لها بليكا سيركولاريس، هذيك اسمها هوست او هوستريشن. شو يعني؟ اعطيني كلمات بس. هاي شايفين انكمبليت طلع بس لهون. اوكي، اذا انكمبليت شو بسموها؟ هوستريشن. اذا كانت كومبليت رينج، هاي شايفين من هون، يعني هاي واصله من هون لهون، هون لهون، واضحه؟ هاي بسموها بليكا. وبالتالي اذا في عندي هون، يعني احد الفروقات انه ايش؟ إذا كان كومبليت معناته ايش شو هاي؟ شو هاي؟ سمول باول. وإذا كانت مش كومبليت انكومبليت شو بسموها؟ هاي هوستريشن. هذا أول فرق. شو الفرق الثاني؟ سمول باول بيكون الدايليتيشن وين؟ سنترال ان ذا ميدل، بينما بالكولون بالعادي احنا نحكي بيرفيرال، مش بالضروره بس بالعادي. والدايمتر باللارج باول أكبر من الدايمتر بايش؟ بالسمول باول. واضحة؟ ثلاث فروقات شو هما؟ الدايمتر فالفيو كونفنتس سمول باول هوستريشن بالكولون، والسمول باول سنترال، وهذيك ايش بيريفيرال. نيكست. طب شو سمول باول الضلال؟ ما مش عارفين البول دايليتد ليش؟ هذا الطفل بالاطفال ما في يعني الهوستريشن مش ويل ديفلوب ولا الفالفيو ما بتفرق بالاطفال، هي ولا سمول باول خلاص. انا بالنسبه لي هاي بول دايليتد، لا بقدر اشوف لا هوستريشن ولا قاعد اشوف فالفيو كونفنتس، وبالتالي ما بقدر خلاص بقول بول دايليتد بالاطفال. شايفين next شو هاي فوقه؟ كول. next اخر سلايد او قبل الاخير دايفيرتيبل ديزيز. دايفيرتيبل ديزيز هي تعرف اوت باوتشينج في ميوكوزا ثرو ديفكت بالماسكولار لاير، يعني الميوكوزا تطلع بديفكت بالماسكولار لاير. ترو اذا هاي ترو ولا ايش ولا فولز؟ ايه لا، شو يعني ترو؟ كل اللاير بيطلعوا ميوكوزا، صب ميوكوزا والسيروزا. شو مثال على ترو دايفيرتيكولار؟ ميكلز، تخط ميكلز ولا هذا هون؟ ميكلز دايفيرتيكولار هي ترو دايفيرتيكولار، كل اللي يطلعوا ميكلز. بينما الدايفيرتيكولار ديزيز اللي بصير عندي بالكولون شو هذا؟ فولز دايفيرتيكولار. اوكي تمام. اكثر مكان بصير فيه دايفيرتيكولار وين؟ الاكثر مكان فيه برشر اللي هو ايش؟ سيجمويد كولون. شو هو؟ سيجمويد كولون. وبالتالي وجع الدايفيرتيكولوم يكون يمين ولا شمال بالعادي؟ شمال. لفت لورك بعد. اوكي؟ هون شمال. تمام. وكلما زاد عمر هلا شغلتين مهمات في الدايفيرتيكولار ديزيز، الايج والشغله الثانيه ايش؟ الدايت. الايج والدايت. على كل ما واحد كبر بالعمر 60 70 80 بزيد الريسك في ايش؟ دايفيرتيكولار ديزيز. والايش الثاني؟ الدايت. احنا عندنا فيري رير يعني هسه يعني بلادنا، لانه ايش احنا كنا ايش كله في فايبر مثلا، لا دول يعني بريطانيا كنا يعني كل دقيقه يجي واحد دايفيرتيكولار ديزيز اختياريه بالفارما.
لانه فيري كومون عندهم دايبيتيك ديزيز فيري فيري كومون، لانه الاكل تبعهم كله ايش؟ كله ناشف، كله جنك فود وهاي البرجر والاشياء. نكست، اذا الدايت ايش كمان هاي؟ لا انت رجعت. وانا شايفين الدايبيتيك وين موجودين؟ شايفين هاي الاوت واتشنج هاي وهاي وهاي كل هاي الصغار كلها هاي ايش؟ دايبيتيك ديزيز. نكست، هلا شو المشاكل اللي يصير في عندك في الدايفيرتيكلا؟ تصير في الدايفيرتيكلا اول مشكله يصير في انفلاميشن في الدايفيرتيكلا نفسه، ويصير ايش اسمهم؟ دايفيرتيكولايتس. دايفيرتيكولايتس بيجيك بيجيك عنده بين باللفت لور كوال اكثر شيء بهاي المنطقه. هلا السيجمويد مو بايك بيكون يجيك بالمضلاع، السيجمويد مدفوش على اليمين، ممكن يجي على اليمين بس الله يكفي خلص السيجمويد على الشمال اكثر شيء، وبالتالي بكون اللفت لور كوال الابدومينال بين تمبريتشر بكون دياري. هذول الناس بكون ايش؟ دياريا، فيفر دياريا بالاضافه لابدومينال بين. هلا كيف بتشخصوا هذولا؟ صعب تشخصهم بالاكس راي، اكثر شيء ايش؟ سي تي سكان. سي تي سكان بقول لك بالضبط فينو دايفيرتيكولار انفلاميشن عن طريق الفات بلينز موجوده هناك وفي سايز اوف انفلاميشن على سي تي سكان. هلا بقول لك هون ممكن نسوي كولونوسكوبي او كونتراست، كونتراست عماد ملوني. هذول ما بنسويهم في حالات الدايفيرتيكولايتس بالاكيوت سيتنج لانه بيسوي ريسك اوف بيرفوريشن. بعد ما يطيب من بعد ما يطير ممكن اسوي له هاي الكولونوسكوب والكونتراست ستدي، بس الدياجنوستيك سي تي سكان. اوكي شو العلاج هلا اذا كان ان كومبليكيتد يعني بس انفلاميشن عادي؟ في هو في له في له يعني كلاسيفيكيشن اسمه هينج كلاسيفيكيشن مش مطلوب كو، بس اذا كان جست مايل انفلاميشن بس انتي بايوتيك وخلص ما في مشاكل. بينما اذا كان سوى ابسس او سوى بيرفوريشن ساعتها سيرجر ابسس ده عمل اسبايرشن للابسس، اذا كان بيرفوريشن بسوي له ايش؟ سيرجر. واضحه؟ بس إذا كان uncomplicated just antibiotic. next من ضمن المشاكل الثانية اللي هو إيش؟ فيستولا، سواء فيستولا internal organ أو مع السكين، سواء colovesical يعني بين الكولون وبين اليورين بلادرز أو مع الفاجينا أو حتى مع السكين. okay the most common cause of colovesical هي إيش؟ diverticular disease. ممكن يسبب عندي bleeding، وإذا صار في عندي bleeding يكون profuse bleeding. The most common cause of massive lower GI bleeding شو هو؟ جواب diverticulitis. مش diverticulitis diverticulosis. diverticulosis inflammation. تمام؟ next